اليوم ان شاء الله حوريكم كيف نسوي اسرع بيتزا، ومرة سهلة مرة لذيذة وان شاء الله تعجبكم. طبعا ما حنعجن عجينة، حنستخدم تورتية، فرح نحتاج قطعتين تورتية ودقيق خلطته مع موي عشان يصير زي الغرق. وعندي هنا صلصة بيتزا، اليوم حستخدم صلصة جاهزة، بس زودت عليها بودرة ثوم وشوية ملح. طبعا هذه ماركت فريش اللي حوريكم صورتها. وحنستخدم ريحان فريش وجبنة موزاريلا فريش وكريمي بلسمك وجرجير. أنا عادة أسوي كمية من صوص البيتزا وأقسمه في علب وأحطه في الفريزر لوقت الاستخدام، بس مخلص من عندي، وبما أنه هذه الوصفة ما تحتاج يعني وقت، ما تأخذ وقت طويل، فقررت أني أستخدم الصوص الجاهز حق البيتزا من فريشلي. أول مرة صراحة أستخدمه، نكهته كويسة، بس زودت عليه بودرة ثوم وملح. وبالنسبة للفريش موزاريلا هذه من الدانوب أخذتها، وموجود برضو في التميمي. والكريمي بلسمك مو نفس البلسمك العادي، لا هذا شوية يجي تقيل، حوريكم هو وقت ما نحطه على البيتزا. طيب أول حاجة هاخد من الدقيق وأحط شوية، بعدين نحط الطبقتين على بعض. ممكن بدال الدقيق تحطوا جبنة كاسات، يعني تعطي نكهة غير مختلفة. بعد كده هاخد من صوص البيتزا وأحطه على التورتية، بعدين هاخد من الموزاريلا وأحطها بشكل عشوائي. خلاص دحين هحطها في الفرن لين ما تسيح الجبنة وتحسوا انه اطراف التورتية تحمرت. طيب بس نقطة مهمة بالنسبة للجبنة، هذه تجي في موية، فقبل ما تحطوها صفوها كويس من الموية عشان التورتية ما تصير بايشة من الموية. والفرن انا شغلته من اول على درجة 180 مئوية او 350 فهرنهايت. البيتزا خلصت، شوفوا كيف شكلها، من جد لا تفوتكم. بس انتبهوا وهي في الفرن الجبنة برضو حتطلع موية شوية، خلوها لين تنشف وبعدين طلعوها من الفرن. شوفوا هنا كيف كان في موية. آخر شيء نحط شوية جرجير، طبعا الجرجير اختياري لو انتم مو حابين تحطوه، حتى البلسمك نفس الشيء. نحط البلسمك على الجرجير، بس ابغى اوريكم كيف البيتزا تكون من تحت. شوفوا كيف تحمرت، مرة كرنشي.